عدم انسجام الحكومة هو مشكل عويص عشناه حتى في الحكومة السابقة. الصراع اللي كان بين الاستقلال والعدالة والتنمية والأحرار والدور ديال البي بي اس كذلك في الحكومة السابقة والحكومة اللاحقة إلى غير ذلك، هذا الشيء كله في الواقع يشير إلى أن ضعف الحكومة وعدم انسجامها هو انعدام تصور شمولي عند الحكومة، لأنها في الواقع لا تحكم. لو كانت الحكومة تحكم وعندها صلاحيات ديال حكم تنفيذي حقيقي، تعلن برنامج وتنفذه، غادي تكون منسجمة بقوة الأشياء وقوة الواقع. هي بسبب أنها أصلا حكومة شكلية كتقوم فيها كل أنواع ديال الصراعات. علاش؟ لأن لما كتكون عندك حكومة شكلية كل طرف فيها كيسعى للتمكين لنفسه، ما كيخدموش الناس من أجل الشأن العام، من أجل البلد. مثلا إلا خدينا الحزب الذي يرأس الحكومة في السابقة مع بن كيران، المجهود الكبير اللي دار في 5 سنين هو أنه يمكن لراسه يصوب لراسه موقع في الدولة، ويكثر من لي لوبي، ويكثر من الموظفين ديالو، ويهيمن ويخلق مجتمع مدني ديالو اللي يفرق الزيت والسكر إلى آخره تحضيرا للانتخابات. فسبب أن هذه الأحزاب ولات كتخدم غير راسها هو أنها تشعر بأن ما عندهاش تأثير في السياسة العمومية. إذا خصنا نحلوا بعد الإشكال الكبير السياسي، وهو من يحكم وباسم ماذا؟ وخصنا عاود نراجعوا الدستور مره اخرى. علاش؟ باش يكون دستور ديمقراطي فعلا، يكون فيه فصل السلطات، تكون فيه صلاحيات حقيقيه للمنتخبين، يكون فيه توازن، تكون فيه شروط ديال تحقيق العداله، يكون فيه المرتكزات الفعليه لمحاربه الفساد والبيروقراطيه والزبونيه وكل هذه الاشياء اللي كتعرقل التجربه الديمقراطيه المغربيه وما كتخليهاش تكتمل.